إذا أصبحت شوارع الخليل بعد فرض إغلاق محكم عليها من قبل قوات الاحتلال التي أغلقت جميع مداخل محافظة الخليل وأعاقت حركة السير والمرور وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة. منذ الصباح قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق كافة مداخل مدينة الخليل وفصلتها بشكل تام عن قرى المحافظة، والآن قاموا بفصل القرى والخطوط الرابطة بين القرى. أيضا هناك الآلاف من المواطنين عالقين لا يستطيعون الوصول إلى بيوتهم، وهناك آلاف الموظفين أيضا ليس بالإمكان الخروج من منطقة إلى أخرى. الاحتلال أغلق مداخل جلجس والفحص وجبل جوهر وجسر حلحول ومدخل دورة ومخيم الفوار وبني نعيم وبيت عنون وبيت كاحل، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين والتسبب بأزمة مرورية خانقة. هناك أطفال، هناك عائلات كاملة عالقة في بين المدن والقرى. محافظة الخليل الآن محاصرة بشكل كامل. محافظة الخليل يمنع أي مواطن أيضا خرج منذ الصباح، يمنع من دخول المحافظة. يأتي هذا أيضا في إطار الانتقام من أبناء المحافظة، في إطار الانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني. ينفذ جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي ضد المواطنين في محافظة الخليل، زاعما أن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطن بالمحافظة. عزمي بنات، تلفزيون فلسطين، الخليل.